يلا انتي روحي. شوفي عم نتعشى، عمو سليمان عم ينادي لك. ماني جوعانه. اللي عم تعمليه عيب، ما بيصير تضلي بلا اكل. مو جاي على بالي. مثل ما بدك. اعطيني خبز. يسلموا. مو جايه. مثل ما بدها. قال ما بدها اصلا. دخلك وبلا ما نشوف هالوش الناشف عند هالمسويه. هلا ما في حدا بالبيت مو هيك؟ ما في. لا تعلق حتى نتعشى فوق كمان. لا يا روحي، بس ماني متعود يكون البيت فاضي، مشان هيك استغربت. مو حلو البيت بلا هون. يسلموا ايديكي، يلا كل اكلك. يا ريت نقدر نراضي عدنان بيك مع مدامته. برافو سهيلة، كل شي عم يصير بالبيت صار على كل لسان. مش انا غريب؟ زعلت منك. أنا بعتبر حالي صهر العيلة كمان. مي ولا كولا؟ لا بشرب مي. عم بتذكر أول يوم شفت فيها الخانوم، كانت جاي هي والأفندي تبعنا لعنا على المينا. مع مهند بيك؟ كيف شفتون؟ بتتذكروا الليلة اللي سكر فيها مهند بيك عنا؟ كان شربان كتير ومطفي، وإجا عدنان بيك مع بشير وأخده. إيه؟ ها، كان اليوم الثاني ولا بعده ما بعرف. كان جاي مشان يتشكرنا، وكانت الخانم معه وقتها، وأنا طبعاً ما كنت بعرفها. حتى سألته إذا كانت حبيبته ولا لا. طيب هو ما قال لك إنه ما أنا هي؟ أكيد قايل لي بس ما عم بتذكر. يا لطيف قديش هو غريب. إجا وشرب وسكر وصار يهلوس. صار يقول أنا بحبها والله. بحبها أنا بحبها. نحن فكرنا بيحب وحدة ما بتحبه. بعدين وقت اللي أخذنا لكم السمك شفنا البنت عنكم. طالما هي عنكم ليش حتى يشرب ويسكر ويفضحها؟ لسه شو بده؟ بشرى خانم ما كانت بالبيت. البنت اللي شفتها أنت بالبيت بنت عمه لمهند. ايه. هي اللي شعرها سابل ولون عيونها فاتح. لا مو هي، هديك شعرها مجعد وطويلة، شايفة حالها كتير. أنا بعرفها. لا تكون بتقصد سمر خانم. اسمها سمر؟ مرت عمه لمهند. مرت عمه هي مرت عدنان بيك. لح اخص والله فكرت خطيبته لهالزلمة. عن جد عيب علي. ما بعرف هو مركبها بسيارته وجايبها. انا فكرت حبيبته. طقيت له برغي هلا. ما لك اخ من هالراسات. شايرة خانم وين رحتي؟ خليكي معنا هون. شبنا شردت شوي. يلا ان شاء الله سمر خانم ترجع لهون. ان شاء الله.